الشركات الأجنبية الحاضرة في صالون باتيماتيك تطرح أحدث منتجاتها في مواد البناء أمام السوق الوطنية بثوب المنتج المصنع محلياً تحت إشراف أجنبي ذي الخبرة الطويلة والمتطورة، منتجات هي الأولى من نوعها في الجزائر. هذا منتج جديد يصنع في لوزين تاسياما في مفتاح، يستعمل كما قلنا العزل الحراري في الأسطحة، هو صديق يعني للبيئة. من كل نواحي المنتوج جديد هذا اليوم يساعد كل شعب جزائري يعني باش يكون عنده كونفور. المهم في هذه السوليسيون انه هي ارخص، لحقوا حتى 10% مقابل السيستم كلاسيك اللي يستعمل في المشاريع. هي شركة ألمانية متواجدة بالجزائر، نخدموا كل لي برودوي كيميك دو لا كونستركسيون، تو لي برودوي سون فابريكي ici en Algérie، يعني سي لا كاليتي allemande fabriquée en Algérie sur une usine ici à Sidi Moussa. Nos équipes se déplacent sur les sites, ils vous donnent les solutions adéquates au chantier et au projet pour les clients. الإسمنت وبعد تحقيقه الاكتفاء في السوق المحلية أصبح أول منتوج محلي يصدر بكميات كبيرة للأسواق العربية والإفريقية وحتى الأوروبية. طاقة الإنتاج تاع المجمع الحالية هي 5 ملايين طن سنويا. عندنا عقدين للتصدير اللي هما بالنسبة لإسبانيا بنسبة 250,000 طن، عندنا 1 مليون طن بلجيكا. اكتفاء بالنسبة للسوق الوطنية رانا نغطي نسبة 80% من السوق الوطنية. ambition de Biscaria Ciment c'est d'aller plus loin vers l'exportation. La matière première c'est une matière première à 100% algérienne. Les gisements sont algériens donc le produit تاعنا فيني il est à 100% algérien. منافسة محلية وطنية وأجنبية في صالون البناء الذي يعرف إقبالا كبيرا من الزوار لأكبر سوق اقتصادي وتجاري للمشاريع في الجزائر والعالم.